إجراءات احترازية ووقائية مشددة اتخذها مطار هواري بومدين الدولي لمواجهة فيروس كورونا. فريق طبي متخصص جاهز لفحص المسافرين القادمين من الصين ومن البلدان الآسيوية التي سجلت حالات بهذا الفيروس. نراقب كل مسافرين اللي جو من بيكان ويديروا ديزيسكال دون دوتخو بي ازياتيك، مثلا اللي جو على الامارات، اللي جو على قطر، اللي جو على اسطنبول، ولا اللي جو على القاهره. هذو لي كاميرا تيرميك حنا اون لي ريغل عندهم ريغلاج، كي تلحق درجه الحراره مثلا 38 درجه عندهم ان بيب سونور. شي معناتها اللي عنده لي سين دو غريب ما عندها عنده المرض. لو سيجور سي امبورطون، لو ليو دو سيجور. هاد الانسان يلا كان في الصين ولا كان مع ناس كانوا تما، كي نقبضوا الانسان اون فاليزولي، نجنبوه وحده، نحطوه من الطائره، نجيبوه البيرو تاعنا ايزولي، نلبسلو البسه مختصه، نخرجوه من لابيست باش ما يدخلش مع المسافرين ومع لادوان لابوليس، نخرجوه من تم ندوه مباشره للقطار. يومين في الاسبوع هو عدد الرحلات القادمه من الصين، إلى جانب الرحلات المصنفة في خانة الخطورة يتم عمل الكشوفات الطبية اللازمة للركاب القادمين على متنها. كنا من هي متخوفين العدوى، ممكن احنا اللي يكون فينا ونجيبوهم على بالناش. مي كي جيت وشفت هذا اللجنه صافي بليزير، والله صافي بليزير. اجراء كثير يعني عجبني وممتاز، وخاصه في هذا الوقت يعني الناس صرنا نخاف من كورونيا والامراض الله الشائعه، فما دام هيك اجراء طمنا 100%، الحمد لله انه ما في فيروس. كي تشوف هكذا شغل متهليين من الحمد لله، شني فيتي وكاع المشاكل. تنسيق بين وزارة الصحة والمطارات ومختلف المعابر الحدودية للكشف عن أي حالة مصابة بالفيروس قبل دخولها إلى الجزائر، في وقت يواصل فيه كورونا الانتشار وإثارة الذعر ليس في الصين فحسب وإنما في العالم بأسره.